سيطرة واستحواذ وفرص ضائعة وهدف لوليد سليمان يتقدم به الأهلي على النصر، هذا هو ملخص الشوط الأول. كابتن شريف، شفنا سيطرة واستحواذ ومفيش أي وجود هجومي لنادي النصر. أولا مبروك الهدف اللي جه في الآخر نتيجة السيطرة اللي أنت بتتكلم عنها. كان في أكتر من 4 أو 5 فرص في الشوط الأولاني، اللعيبة كلها بتحاول تخلي الكرة هي اللي تجري مش هم اللي يجروا، بيحاولوا يحتفظوا بلياقتهم البدنية. أعتقد أن أرض ناشفة شوية على اللاعبين، كرة التحكم فيها بيبقى صعب، إنما أنا شايف النهاردة تحركات من جميع الخطوط الحقيقة، من الأجناب حتى رجل أحمد نبيل كوكا بيحاول يأدي الدور اللي عليه، وبيكهام في شكل الحقيقة جديد بالنسبة لنا، عنده ثقة وعنده شخصية في الملعب، يعدي من 1 و2 ويعمل عرضيات ويبعت، بنحس حتى أنه بيبني هجمة بطريقة جيدة. ناصر ماهر وأكرم توفيق هارد لاك طبعا على الإصابة اللي حصلت، ونزل ديانج يمكن عمل العمق الدفاعي اللي هو خلى الاستحواذ اللي انت شايفه ده، كل كرة بترد بتبقى أحمر أحمر أحمر. احنا بنحاول صلاح محسن، وليد سليمان، طاهر مع مروان وتحركاته للخلف وتحركاته بالعرض وتحركاته، إنما انت كنت محتاج بصراحة الهدف اللي جه ده عشان يديك أكثر ثقة، ونتفرج الشوط الثاني بإذن الله الدنيا هتبقى عاملة إزاي بإذن الله رب العالمين. كابتن علاء، شفنا خلق فرص كتير جدا الشوط الأولاني، وشفنا فرص ضايعة وما شفناش غير هدف واحد، هنسمع من حضرتك الإجابة ولكن بعد الفاصل. برحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن علاء، الشوط الأول شهد خلق فرص كتير جدا للنادي الأهلي وفرص ضايعة كتير جدا، ولم يترجم الوضع ده كله الا هدف وليد سليمان في الدقيقه، وكان ممكن نخرج 0-0 الشوط الاول، وكان كل اللي انت عامله ده ما كانش ليه اي حاجه خالص. انت احنا اتكلمنا كلنا في الاستوديو قلنا لازم ضغط كويس قوي، دور على اول هدف فرص كتير ضايعه، بس فرص غريبه برده شويه. يعني الفرص بتضيع بس في فرص غريبه ان هي تضيع. اهداف حقيقيه، اهداف حقيقيه طبعا، في سن تسرع، في حظ، لكن في تسرع، في الناس كلها عايز، خصوصا الناس الثلاثي الامامي عايز يجيب جول. عارف لما تكون نفسك تجيب جول، عايز تجيب جول، هتجيب جول بس مش لازم تبقى اهدى من كده. يعني اول كوره اللي هي فرصه حقيقيه بتاعت طاهر اللي عملها له وليد باقتدار حلو قوي، لازم طاهر كان يعني دي حلوه قوي، وليد عاملها وطاهر ماشي كويس قوي وشكرا وائل، وحلوه قوي وداس على الكوره حلو، لكن شاطها وحش قوي ايمن، اخر لمسه وحشه حطها في القريبه اللي الجول واقف فيها، لازم تشوط في الزاويه البعيده. اعتقد ده هدف كان بدري، كان كل الضغط اللي هو يعني الضغط المؤقت اللي انت كنت فيه ده وليد عملها له حلو قوي. وليد عامل، لا وليد بيكهام من الاول كمان عمل. لا وليد عملها حلو قوي، وليد عمل وان تاتش حلو قوي، وليد عامل لمسه واحده وعملها في المكان الفاضي اللي عارف ان طاهر هيجري فيه، هنا ما اتحطش في الضيقه عند حارس المرمى، اتحط في البعيده، اعتقد الامور اسهل. لكن ما تتلعبش مروان محسن بالعرض يعني ممكن، لكن هو لو اصل بص ايمن، هو عايز يجيب هدف الدخله، يعني هو واخد طاهر لما لم الكوره واخد القرار انه يشوط، لكن كان لازم يشوط في البعيده ماشي حلو، لكن هي عايزه سنه تركيز شويه مع كل الفرص اللي ضاعت، لكن في الاخر الحمد لله انك كسبت 1-0. مظبوط، كره وليد هدت الامور شويه. اعتقد الشوط الثاني فريق النصر ما لا حول ولا قوه ليه خالص، فاعتقد ان شاء الله يبقى في هدف ثاني وثالث ان شاء الله. كابتن عادل، هدف وليد سليمان اللي جه ممكن ياثر على بدايه الشوط الثاني بالنسبه لنادي النصر، ونشوفه داخل في المباراه ولا هيلعب بنفس الاسلوب؟ بالعكس، يمكن يفتح للنادي الاهلي الافاق في الكوره اكتر، يديله فرقه النصر تخرج من اماكنها، لان البلان الثاني بتاع المفترض ان هم مش عاملينه. يعني انا بفتكر انه لو انت السيناريو الامثل ليك انك انت تخرجه من مكانه عشان يلعب معاك بين الدقيقه عشان يبقى 1-1. هو نادي النصر النهارده بيلعب من غير مدير فني؟ سمعنا ان كابتن سيد عيد مشي امبارح، قدم سالته امبارح، قدم سالته، يمكن ده المساعد اكيد يعني، ولكن الفرق يوم واحد. لكن الـ 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 المشكله النهارده في نادي النصر حاجه واحده بس، ان هو يعني متحفز قوي زياده على اللزوم. يعني النادي الاهلي اضاع فرص كتير قوي، يمكن انتوا اتكلمتوا على اهم فرصه، انا بتهيألي يعني اهم فرصه بتاع طاهر محمد طاهر، مش علشان ان هي الحلاوه بتاعتها، ان هو الوان سري اللي اتعملت وليد عملها، وليد سليمان عملها كويس قوي، وهدف وليد سليمان ده هداف كبير. ونقدر نقول ان الشوط الثاني لو نادي النصر ما لعبش بنفس طريقته الدفاعيه ممكن يستقبل اهداف كتير قوي. كابتن بلال، نفس السيناريو للشوط الاول هو اللي هيتكرر الشوط الثاني؟ اكيد، يعني الاهلي هيهاجم طبعا والنصر هيدافع. هو كان طبيعي بص معانا على الشاشه اهو،
دفاع النصر. دفاع دفاع, دفاع طبعا بيدافع دفاع منطقه يعني نادي النصر, ومش عايز برضو يدخل فيه اهداف كتير. هو قادر يحافظ طبعا لحد يمكن الدقيقه 46 على على النتيجه ب 0-0, ولكن الاهلي يعني مشكلتنا برضو مشكله النادي الاهلي هي اضاعه الفرص. مزبوط. هي دي مشكله النادي الاهلي. مزبوط. في كل المباريات, مباراه الكاس, مباراه افريقيا, مباراه الدوري العام, كل المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي بتتاح فرص كتيره جدا للعيبه, ولكن ترجمه الفرص صحيح. برضو هي دي مشكله لعيبه النادي الاهلي, سواء اذا كان في النصف الهجومي اللعيبه الفراوده يعني رقم 9, او في اللعيبه اللي على اطراف الملعب. صحيح. التسرع من مهاجمين النادي الاهلي هو اللي بيخلينا ان احنا نضيع الفرص دي. في فرص بتبقى توفيق وعدم توفيق, وفي فرص بتبقى تسرع شويه تسرع. انا مش عايز اقول رعونه, بس عايز اقول تسرع, انك عايز تسجل الهدف بسرعه, عايز تتخلص من الكره بسرعه, خايف, قلقان, متوتر, كل الحاجات دي تخليك في الاخر انك تضيع الفرص السهله اللي بالنسبه لك. فرصه يعني كابتن كلام, فرصه طاهر محمد طاهر كان ممكن يتم استغلالها بشكل افضل من كده بكتير. مروان محسن, صلاح محسن اضاع فرصتين, كان ممكن يعني بقليل من التركيز والتفكير تمام والتأني ممكن كان يسجل منهم واحده هدف. فعايز اقول ان النادي الاهلي بيوصل, والنادي الاهلي في بعض الاوقات او لعيبه النادي الاهلي هي اللي بتصعب في اوقات كتيره جدا المباريات. النهارده زمان كابتن علاء من شويه كان ممكن المباراه تطلع صفر, الشوط الاول يطلع 0-0 وتخش في حسابات تانية, عايز انزل الشوط الثاني انزل ضاغط, كل دقيقه بتعدي عليك انت هتبقى مضغوط. النادي الاهلي ما ينفعش هو بيلعب فرقه النصر يبقى متعادل ل 45 دقيقه, خاصه مع الفروق الفرديه الكبيره. النصر مش فريق كبير, ما شفناهوش. يمكن انت اتكلمت قبل يعني في بدايه الاستوديو عن الاحصائيات, الاهلي 10 15 20 74 استحواذ و0-0-0 لصالح النصر. اذا انت اللي متحكم في رتم الاداء. ينقص الاهلي كمان حاجه بسيطه جدا, تغيير رتم الاداء. مش كل حاجه في المباراه سرعه سرعه, الاهلي بيلعب بسرعه جديده كبيره جدا على طول, في سرعه في الاداء. لا, في بعض من الاوقات محتاج انك تهدي رتم شويه, انك تقتل على الكره شويه, انك توصل للمرمى باكتر عدد من الباصات عشان اللعيبه كمان تبقى مرتاح عشان توصل للمرمى وانت مستريح. دي يعني محتاجينها شويه الشوط الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني, تحقيق الفوز باذن الله في دور ال 32 على النصر. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه, ارجوكم انتظرونا.